في طبعا الابداع اللي هنشوفه دلوقتي هو ابداع مختلف، لانه الحقيقه طبعا محاوله انك تسري عن نفسك او تطلق الوجع في داخلك طبعا داخل مستشفى سرطان الاطفال، وهم بيتبعوا بعض الاساليب الجديده عشان يخلوا الاطفال يعبروا بالفن عن اللي جواهم ويفضفضوا بشكل او باخر. فكان في مشروع لتحويل ايضا رسومات الاطفال وتحويلها يعني لصور مبدعه تساهم بشكل او باخر في اطلاق روحهم الابداعيه وفي نفس الوقت تخفف عليهم شويه. في بقى مشروع تم تنفيذه اسمه مشروع حكاية نور، ونور دي طبعا هي الفنانة اللي قامت بتحويل الصور أو الرسومات اللي قام بيها الأطفال لما يسمى بنسيج الأمل، بتحول الرسومات دي تعملها على القماش ويرجعوهم مرة تانية للأطفال، وبتستخدم السيدات في المناطق العشوائية عشان يساعدوها في العمل ده، فهي فايدة للجميع في صيغة عمل إبداعي. نتابع معاكم بقى حكاية نور في التقرير اللي جاي. فكره نسيج الامل جت من اكتر من سنه ونص، فكانت فكرتي ان انا كان نفسي اعمل كولكشن من القماش بينزل كل سنه، كل سنه بيهدف لحاجه جديده تساعد بيها الناس. فمن هنا ابتديت اقول ان انا عايزه القماشه بتاعتي تبقى بتساعد، بتعمل دايره من الايجابيه، بتساعد فيها ناس محتاجين شغل وناس ناس عندها مثلا السنه دي كانسر. لقيت ان اطفال السرطان عندهم قدره ان هم يترجموا الرسمه بطريقه ثانيه، عنده صبر انه يقعد يرسم، وعنده زي حس ان هو يطلع بالالوان او يعبر بالالوان على اللي هو عايز يقوله. اخدت الرسومات عملتها ديزاين، ابتديت احطها في نقشه او رسمه عشان تبقى على القماش حلو. وبعدين جات لي فكره انا مش عايزه اطبعها، انا عايزه تبقى ملموسه. من هنا بقى ابتديت افكر عايزه خياطه، طب مين يخيط لي؟ انا لازم حد يبقى محتاج لي خياط عشان الدايره تمشي. رحت الجمعيه في اسطبل عنتر، جمعيه بتنمي اسطبل عنتر وبتعلمهم حرفه يدويه وبتعلم البنات ازاي يبقى عندهم حرفه يدويه مع التعليم. الجمعيه كان شغلها كواليتي بتاعها رهيب بجد، حلو قوي. ومن هنا ابتديت اشوف، طب اوكي خلاص انا كده لقيت الرسومات ومعايا اللي هيخيط، انا محتاجه اشوف قماش. فروحت الصعيد، بعت حد الصعيد يجيب لي قماشه من اخنيه، ودلني لحد هنا بيبيعهم في مصر. بعد ما خلصت كان عندي فكره ان انا مش عايزه احط حاجتي، مش عايزه اعمل افتتاح في مطعم ولا اعمل افتتاح في حته، كنت محتاجه اعمل افتتاح واكرم كل طفل في مكان هو يستحقه، فهو ما لقيتش احسن منه. كنت عايزاه في جاليري في معرض، عشان زي ما الفنانين اللي هم رسموهم بيكاسو دول محطوطين في اكبر معارض في العالم، هم كمان كان حقهم ان حاجتهم تتحطوا في معرض. فجيت هنا لاستاذه هبه في سوما، وهم كانوا من الناس المدعمين جدا للفكره. ردود الافعال كانت حلوه، كانت يعني ايجابيه جدا، لان الناس وهي داخله تتفرج على المعرض ما كانش اكنك دخلتي بيتك تتفرجي على الحاجات اللي انت، يعني الناس متجاوبه، حبت المنتجات جدا، ومش حبيتها نوع من التعاطف قد ما حبيتها كحاجة ايجابيه، حاجه بتديكي بهجه، حاجه بتديكي ايوه احب ان انا ابص على ده ويبقى عندي المنتج. مجرد ان لما حد بيشتريه مش مجرد ان انت بتدعمي طفل او بتدعمي، لا، انت بتشتري منتج مبسوطه بيه، مليانه ابتكار، وفعلا حلو ان يعني احب ان اشتري حاجه زي كده تبقى في بيتي. يعني نسيج الامل شايفاه انه محتاج يكتمل. انا دلوقتي عملت فرع للبيت، عايزه اعمل فرع اللبس تلبسيه وانت نازله، فرع القماشه ما بتخلص، يعني الحاجات اللي بتستخدمي فيها قماش عمرها ما بتخلص، فعايزه افرعه في كل ده لغايه ما يخلص ويبقى عندي طرف بيمسك كل حته يعملها منتج. من هنا عايزه اشوف اللي وراه، عايزه افضل كل سنه لكل سنه ونص بنزل كولكشن جديد بيهدف لقضيه جديده وبيساعد ناس جديده ب 25% زي ما انا عامله في نسيج الامل.
صح، حاجة تفرح وتقرير يفرح. يمكن أنا الحمد لله من عام كده تلقيت دعوة حسام من مستشفى سرطان الأطفال. طبعا مش هتكلم على الدور الهائل الطبي والخدمي اللي بيقدم للأطفال، ولكن بنتكلم هنا بأن أنا شفت الرسومات دي وشفت الأطفال بيعملوا إيه، عاملين بجد حاجة. أنا كمان شفت المعرض الفني للرسومات كان شيء رهيب. فإن يجي حد في فكرة تانية بقى ويستغل بعد ما الأطفال عملت ده، ده شيء محترم جدا. هنتابع نسيج الأمل هيوصل لإيه إن شاء الله، لأنه في أطفال محترفين. أنا شفت ناس بالزبط محترفة، وفي منهم البعض يعني تم بيع لوحاته دي بأرقام. يعني خلينا نقول دي طبعا تقديرا ومساعدة للمستشفى، وكمان تقديرا للي بيقدر يعمل ده في عز حالة الألم. انا ما صدقتش صراحة، انا قلت يعني مين اللي جايب اللوحات دي للمستشفى الأطفال هم اللي رسمين ده. فأكد طبعا على كلام حسام ان في فعلا إبداعات وفي تميز هناك. ربنا يوفقهم ويشفيهم ويشفي كل أطفالنا يا رب ان شاء الله.